قرأت في بعض كتب الأدعية والتداوي بالقرآن أن المريض يكتب آيات الشفاء في ورقة ويجعل الورقة في ماء ويشربه ويشفى بإذن الله. هل ما قيل في ذلكم الكتاب صحيح؟ لا بأس بذلك، قد رخص فيه الإمام أحمد وفعله بعض السلف. ذكر هذا الإمام ابن القيم في كتاب الطب النبوي، لأنه من المستشفى بكتاب الله عز وجل ومن الرقية بكتاب الله. إذا كتبت الآية أو الآيات في ورقة نظيفة أو في صحن نظيف وغسل كتابتها وشربت، فإن ذلك من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.